صافي ان شاء الله، وانا اتشاور مع المرأة ونرد عليك. اي وراك عارف دابا المرأة مهم ضروري. شوف ماشي شغلنا في داكشي، المراوات بيناتهم يدبروا راسهم ان شاء الله غيكون غير الخير. لا لا، المرأة هي هنايا، ما كاين زعما، ما عنديش الوقت بزاف، واحد 5 دقائق ونعاود نجاوبك ان شاء الله. اكون هاني، المرأة عندي راه زعما كابابل كابابل، ما تخافش. ان شاء الله. يلا بسلامة، نعاود نتصل بك بلاتي. انت كنت تشوف كنت واحد، كتخدم؟ كنت كنهضر مع واحد السيدة من العائلة. ايوا، وشكون هاد المرأة؟ المرأة اللي عاد تشاور معاها ترد عليك؟ المرأة عندي، شنو شكون هاد المرأة؟ انت ولاش كتقول المرأة هكذا بهاد وشنو الطريقة؟ وشنو ما انت عمرك ما كنتش كتضرب بهاد الطريقة. وزعما المرأة يعني زعما مراتي؟ ايه بحال ما قلتيش مراتي، انت كنت تقول المرأة، هاد المرأة عندي هنا، بحال اللي بحال ما عرفتش كتضرب بهاد الطريقة بشكل. لا والله، لا لا، وانت كنسمع الناس، كتهضر مع الصبتيني الصراحة، ما انت كنسمع كتهضر. الناس كيقولوا المرأة 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 يا المرأة، واش وحنا طيبتي اي حاجة الدجاج؟ سمعناها خصنا نقولوها حتى حنايا. وانا ما شفت الناس في الحالي كيف عجبهم الحال في 2024 والله. انا ما كتعجبنيش مصطلحات في حياتي، وانت انا عارفه مواعيدك، وبقيتي جالس حدايا صح وكتقولها وتعاودها، تقولها وتعاودها. علاش صافي، انا نعيط له نقول له المرأة ما بغاتش. وباقي كتعاودها؟ ماشي باقي كتعاودها، باقي كتعاودها. علاش كتعصبني؟ صافي علاش؟ يا المرأة، والله ما يكون غير خاطرك. وشنو انا عيط لك من غير المرأة؟ قولي اسمي، نتفكم هذا المشكل كامل. قولي اسم اخي، صافي واخا ان شاء قولي الله. اسم اخي. صافي والله، ما تعاود نعاود نعصبك على المرأة اخر مرة. شي حاجة تكون كتقصح خصني. ما راك بسالة، عافاك، ما راك بسالة.